أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من ندوة المغاربية تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن غزو أوكرانيا الذي بدأه في فبراير 2022 سيسفر سريعا عن استسلام أو حتى سقوط حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن وبعد 7 أشهر لم يحدث شيء كهذا بسبب المقاومة الشرسة من جانب أوكرانيا والكميات الكبيرة من الأسلحة الغربية وخاصة الأمريكية التي زود الجيش الأوكراني بها، وذلك باعتراف الرئيس الأوكراني فإن القوات الروسية تسيطر على 20% من الأراضي الأوكرانية وفق محللين، فلا تبدو كييف قادرة على دفع قوات بوتين وإعادتها إلى ما وراء حدود روسيا. فهل تحولت الحرب إلى حرب استنزاف طاحنة؟ وما هي نقاط القوة والضعف لدى كل جانب في صراع طويل المدى تجعله يتجنب أن يكون الخاسر حتى إذا لم يكن قادرا على أن يكون الفائز؟ وإلى متى سيستمر الدعم الغربي لأوكرانيا؟ وهل من الممكن أن تتم الإطاحة ببوتين نتيجة الخسائر البشرية في أوكرانيا؟ العرض التالي فيه المزيد. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نور الدين العويديدي. مرحبا بك أستاذ نور الدين، شكرا لقبول الدعوة والمشاركة معي من واشنطن. الدكتور محمد عويس الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك دكتور وشكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. لقبول الدعوة من كييف الدكتور عماد أبو الرب عضو مجلس القوميات للإدارة الحكومية، مرحبا بك دكتور عماد شكرا لقبول الدعوة. وكذلك من روسيا الدكتور عمار قناه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا دكتور عمار شكرا لقبول الدعوة والمشاركة. قبل الشروع في الحديث نتابع هذا المقطع وهو من آخر المقاطع التي صورت في الحرب الروسية الأوكرانية، نتابع ثم نعود لضيوفي للتعليق عليه. روزي مي بابشانسكو давай рвати вас покидайте цю тряпку Бабчанск це Україна ССО или вот короче шить пытались но так как мы на территории РФ короче місцевий житель допомагає нам спалити справу. Короче, пацани. Опа, эту парашу. Місто Вовчанськ. Знімаємо російське ганчір'я з українського. Героям слава! А що це у вас за ганчірка?
На ДК ще є. Українці вже дізналися, що військові в місті. Кидай сюди! Сюди! Росія йде нахуй! Ізен جنود أوكرانيون يتمكنون من تحرير أحدى القرى الأوكرانية التي كانت محتلة من روسيا ويقطعون هذا العلم الروسي. ضيفي الأستاذ نور الدين العويديدي، ماذا تقرأ في هذه الصورة في هذا الفيديو؟ أعتقد أن اللعبة هنا تجري على صعيد الصورة. الأوكرانيون يريدون أن يبلغوا العالم ويبلغوا شعبهم ويبلغوا الروس أنهم استطاعوا أن يعبثوا بالعالم الروسي، استطاعوا أن يهينوا روسيا، استطاعوا أن يمزقوا علمها ويرموه من فوق حيث كان معلق. نعم، فهذا هي دلالة تعبر على تحولات تجري في الواقع على الصعيد الجبهة العسكرية. نعم، هي إهانة رمزية ولكن جت بعد ضربات عسكرية موجعة. يعني في حديث الآن على تحرير ما بين 4000 إلى 6000 كيلومتر في تقريبا في أسبوع أو 10 أيام. هذا دليل على أن القوات الأوكرانية استعادت المبادرة. روسيا كانت غول مخيف، لكن لما نزلت كانت تهدد بالقوة، فكان الناس يخافها جميعا. نعم. الأوكرانيون والشعوب المحيطة بها والغرب وأمريكا، لكن لما نزلت إلى الميدان واستخدمت قوتها تبين أن في هذه القوة أخلال كثيرة وضعف كثير. الآن يثبت الأوكرانيون أنهم قادرون على صد هذه الآلة العسكرية الضخمة، أن قادرون على إيقاع الدب الروسي في فخ، فهذه نشوفها في النتائج متاعها. نعم، دكتور محمد عويس في الولايات المتحدة، أود تعليقك على هذه الصور التي يمزق فيها الجنود الأوكرانيون العلم الروسي ويلقونه أرضا، إلى أي شيء ترمز؟ ما آثارها؟ وللصورة صورة سلاح، أحد أهم الأسلحة في الحروب كما نعلم. نعم، دعني أولا أقول أن مزابل التاريخ ملأ بحروب ومعارك لم يحقق أحد الفوز المبين فيها منذ الحرب العالمية الأولى والعالمية الثانية والحرب الكورية الأمريكية الكورية والحرب فيتنام والحرب على أفغانستان، حرب يعني السوفيات على أفغانستان وحرب الأمريكيين على أفغانستان والعراق وكل هذه الأمور. هذه فقط أنا برأيي عرض قوة وعرض عضلات وقتل فقط، لأنهم قادرون على القتل إن كان الأمريكيون أو الروس، والدخول في مستنقعات لإثبات بعض الشيء من الممكن للداخل في بلادهم. وما قام به الأوكرانيون في اليومين الماضيين، الصور التي رأيناها هنا، هي انتصار، نعم انتصار جيد لهم في معركة، ولكن الحرب لن يستطيعوا الانتصار في الحرب، ولن تستطيع روسيا كذلك الانتصار في هذه الحرب، لأنهم يحاولون احتلال أرض الغير بالقوة، وهذا ما لا يسمح به القانون الدولي ولن تسمح به الدول المجاورة لأوكرانيا، لأن ذلك سيضع القوات الروسية المعادية، لأن هناك عداوة الآن، المعادية على حدود عدة دول كانت حليفة للاتحاد السوفيتي السابق المهزوم. علينا أن نتذكر أن الاتحاد السوفيتي كله، كل هذا الاتحاد والشيوعية التي حكمت حلف وارسو لفترة طويلة هزمت، ولكن السيد بوتين يحاول إحياءها الآن، ويحاول كذلك احتلال أرض الغير بالقوة، وهذا ما لن يحقق له شيء، بل سيدخل أو دخل في هذا المستنقع ليخرج منه مهزوما، وإلا لن يأتي أي وقت يسمح له باحتلال أرض الغير بالقوة، لأنه لو سمح له باحتلال أرض الغير بالقوة سنرى في العالم عدة دول تحاول أخذ أرض الغير بالقوة، وسنعود إلى قانون الغاب وقانون العصور الوسطى والغزو والقتل. نعم، أعود إليك دكتور بعد قليل، مشكورا. دكتور عماد أبو الرب، يعني نستطيع أن نقول انطلاقا من معطيات الكثيرة ومن تصريحات رسمية أن
لولا الدعم الغربي والأمريكي خاصة لأوكرانيا ما كانت أوكرانيا تستطيع أن تثبت أو أن تصمد كل هذه الفترة 7 أشهر في وجه الدب الروسي كما يعبر عنه أو كما يوصف. إلى أي مدى برأيك سيستمر هذا الدعم الغربي لأوكرانيا والذي يجعلها تحقق هذه النتائج الأخيرة مثل ما رأينا في هذه الصورة في مدينة خاركيف حيث يلقي الأوكرانيون العلم الروسي بعد استعادة هذه المدينة؟ بداية هذه الصورة التي رأيناها هي ليست الصورة الطبيعية التي نعملها بيننا وبين دولة الجوار كأصل روسيا، وهي للأسف الآن أصبحت دولة عداء للأسف الشديد. قبل أن تمزق هذه الأعلام مزق العلم الأوكراني ومزقت أجساد الأوكران من نساء وأطفال من عشرات الآلاف من الضحايا وغيرهم للآن أعداد أخرى غير معروفة وغير مدونة. أما بالنسبة يا سيدي للدعم الغربي، كما نعلم أن الدعم الغربي لم يستطع أن يحقق نجاح لولا كان هناك تماسك وصمود للشعب الأوكراني وللقيادة الأوكرانية. الرئيس الأوكراني تواجد في كافة المراحل قبل الحرب وأثناء الحرب، ومنذ بداية الحرب زار خاركوف وزار خيرسون وزار ميكولايف، وعندما أيضا كلما تتاح الفرصة يزور المناطق شديدة السخونة والتي تعتبر خط مواجهة أول لتأكيد أن القيادة الأوكرانية قريبة من جنودها وهي حريصة على مواطنيها لتوصل لهم رسالة بداية للمواطنين أننا سنعود إليكم ونحرركم ونحافظ على أمنكم. أما بالنسبة للدعم الغربي، بالتأكيد الدعم هو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، لم تحظى أي دولة في العالم في هذا الدعم. بداية هو دعم إنساني من خلال فتح المعابر كافة بين أوكرانيا والدول الأوروبية واستقبال اللاجئين، وبالتالي أصبح الجنود والرجال في أوكرانيا يعني في استقرار نفسي أن نسائهم وأطفالهم في مأمن وغير ذلك. المسألة الثانية الدعم الاستخباراتي الكبير أيضا الذي رفض أوكرانيا في أيضا معلومات هامة في توقيت هام وبالتالي استطاع أن يفيدها. وثم الدعم العسكري، الدعم العسكري وجد أن الجنود الأوكران جنود يتقنون المهارات ويستطيعوا أن يتعاملوا مع التقنيات سريعة بشكل سريع. وأريد أن أشير سريعا إلى أننا نعلم أن أول دولة في تصنيع الطائرات هي أمريكا عام 1903 ميلادي، أما ثاني دولة هي أوكرانيا في عام 1910 ميلادي، أي أن أوكرانيا الآن هي تصنع كل أنواع الطائرات وتصنع القمر الفضائي وهي أحدى أبرز 10 دول في العالم في التصنيع العسكري. وبالتالي أخطأ الروس قراءة قدرات أوكرانيا رغم أنهم هم أكثر الناس معرفة بأوكرانيا، 30% من علماء الاتحاد السوفيتي أوكران، وبالتالي استطاعت كل هذه العوامل أن تشكل محور هام في يرتكز على صمود أوكرانيا قيادة وشعب. دكتور عمار قناة رحب بك مجددا، هل أخطأ بوتين فعلا في تقدير القوة الأوكرانية، شراسة الجندي الأوكراني في القتال، قدرة الرئيس فلوديمير زيلينسكي على إدارة المعركة، التصميم الغربي في دعم أوكرانيا والمضي معها كثيرا، هل أخطأ بوتين في تقدير كل هذه المعطيات؟ كان يتحدث عن حرب خاطفة، الآن 7 أشهر والأمور ما زالت كما هي، بل هناك تراجع للقوات هناك وأعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش الروسي. تحياتي سيدي الكريم لك ولضيوفك الكرام. بداية يعني لم أسمع لغاية اليوم بأن بوتين يعني اعتقد أن أو صرح بأنها حربا خاطفة بداية. ثانية سيدي الكريم يعني لا بد يعني أن ننوه إلى أمور يعني وهي جوهر الصراع. الصراع الذي نراه اليوم هو جزءا يعني بسيطا من المعادلة الدولية. أوكرانيا وهذه العملية العسكرية ما هي إلا فقط مسرحا للتفاعلات الجيوسياسية. فلذلك من المبكر جدا الحديث يعني عن انتصارات او انجازات يعني او نتائج ويمكن ان نبني عليها. المشهد ليس عسكريا، المشهد برمته هو يعني صراع جيوسياسي بات واضحا ما بين روسيا والولايات المتحده. ما نراه اليوم هي يعني جزء من الحرب بالوكاله، الحرب الهجينه. الولايات المتحده منخرطه، الناتو منخرط يعني بالمنظومه الغربيه منخرطه في العمليه
العمليات أيضا يعني العسكرية. هناك كانت رهانات من قبل يعني المنظومة الغربية، أهداف استراتيجية، لكن رأينا أن الكثير من هذه يعني الرهانات لم تفلح يعني في بداية الأزمة، فكان هناك تعويل على مد أمد الأزمة في محاولات لاستنزاف روسيا سياسيا عسكريا واقتصاديا. ولكن رأينا يعني مع التداعيات للأزمات يعني الاقتصادية ومنها يعني أهمها أزمات الطاقة، رأينا الارتداد السلبي مباشرة على المنظومة الغربية. فلذلك لا ننسى جوهر الصراع منذ البداية، وهي مسألة مفهوم الأمن الدولي وأمن القومي الروسي، وأيضا الأمن الأوروبي، ومسألة انتشار حلف الناتو شرقا. طيب، لكن دكتور دعنا نعود لأثار الحرب، لأنه هذا مهم جدا الحديث حوله. يعني الحرب إلى حد الآن ممكن نقول مسيطرة عليها من جانب روسيا، لكن لو طالت الحرب هناك من يقول أنه هذا له أثر أولا على تماسك القيادة العسكرية التي يقال أن هناك تململ داخلها الآن بسبب مقتل عدد كبير من الجنود وقيادات كبرى في الجيش، بالإضافة إلى أنه داخليا في المواطن الروسي لو طالت الحرب وبدت أنباء القتلى تتوالى فهذا قد يكون له خطر على استمرار أصلا بوتين في الحكم، وبالتالي انهيار معنويات من يقاتل في أوكرانيا. سيدي الكريم، لقد استمعنا إلى مثل يعني هذه الطروحات منذ بداية يعني هذه الأزمة، وكانت يعني طروحات إعلامية موجهة من قبل يعني الولايات المتحدة وبريطانيا حول التململ في داخل الجيش الروسي والقيادات وعدم التوافق ما بين القيادة السياسية والعسكرية. هذا يمكن اعتباره يعني نوع من أنواع الهراء السياسي. هناك عملية إفلاس سياسي واضحة لدى المعسكر الغربي. الانقسامات بدأنا نرى التصدع، وذلك كله يعود لعدم وجود باعتقادي الرؤية الاستراتيجية الواضحة للولايات المتحدة لما بعد العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. وهنا حسب يعني ولو في عجالة سيدي فيما يتعلق يعني بالمشهد العسكري، لا ننسى أن ما يجري هي ليست حربا معلنة من قبل روسيا على أوكرانيا، ما هي إلا عملية عسكرية خاصة، ولمثل هذه العمليات خصوصيتها وتكتيكاتها وإحداثياتها. روسيا لم تزج يعني إلا تقريبا بأقل من 20% من قوام العسكري، لغاية الآن لا تستخدم الأسلحة الثقيلة. طيب، وذلك لكن يا دكتور عمار، كيف تفسر القوانين الجديدة خاصة الأخيرة التي تمنع الحديث عن القتلى وعن الجرحى وتعاقب حتى ب15 عاما سجنا من يتحدث في هذا الأمر؟ حتى استعمال مصطلح حرب ممنوع في روسيا، يقال العملية العسكرية إلى غير ذلك، لكن عبارة حرب روسيا في أوكرانيا ممنوع استعمالها إعلاميا، مما يتخوف القادة الروس وبوتين أساسا من أن يفتح المجال لكل وسائل الإعلام أن تتحدث وأن تنقل بكل التفاصيل ما يحدث في أوكرانيا بالنسبة للداخل الروسي وما يحصل داخل الصفوف الروسية كذلك. سيدي، هذا ليس قانونا جديدا، ولكنه صدر مع بداية يعني هذه الأزمة، وكانت يعني مبنية هذا القانون مبني يعني بناء على يعني رغبة المؤسسة يعني التشريعية، وذلك يعني لوجود مؤسسات إعلامية يعني موجهة غربية للتشويش في الداخل الروسي. ولا ننسى يعني من الأهداف الاستراتيجية يعني للغرب من خلال هذه يعني التوجه الإعلامي وهو زعزعة الداخل الروسي. وإذا نتكلم يعني عن مسألة حرية التعبير فلا يعني فهنا ما مفهوم حرية التعبير لدى المنظومة الغربية كاملة بحجب كل وسائل الإعلام الروسية، وقد يعني تمادوا حتى على مفهوم يعني المنظومة القيمية الليبرالية. جيد. المشهد اليوم أمامنا وضحت الفكرة دكتور، سياسي أكبر من ذلك. دكتور ابقى معي عمار، أرجوك أعود إليك بعد قليل. أستاذ نور الدين العويديدي، ما هي نقاط الضعف والقوة الموجودة لدى الطرفين تجعله ألا يكون الخاسرا حتى ولو لم يكن هو الكاسب، أن يبقى على الأقل في مستوى عدم الخسارة؟ قبل الإجابة على سؤالك حب نزيد نعرج شوي على الصور اللي شفناها. نعم. تتذكر في حرب العراق الأمريكان لما أسقطوا النظام العراقي حبوا يقنعوا الناس بشيء مجسد من خلال صورة، فأسقطوا تمثال
صدام حسين. الآن الأوكرانيين يحاولون تقريب الصورة للروس بأنه يعني مش فقط يعني كبدناكم خسائر واسترجعنا مجموعة من الأراضي تقدر بين 4000 و6000 كيلومتر مربع، وإنما نحرق علمكم. الصورة عندها قدرة على أن تلمس المشاعر متاع المواطن طبعا. بالتالي تأثيرها وصداها وأثرها يكون أكبر. أنا في تقديري أنه الروس قوة جبارة، لا ينكر أحد ذلك. الروس يعني في التصنيفات الدولية هم ثاني قوة عسكرية بعد القوات الأمريكية، لكن بالممارسة تبين أن هذه القوة الجبارة التي كان يخاف منها الجميع تبين أنها لما نزلت إلى الميدان وتم اكتشافها واختبارها ميدانيا تبين أنها ضعيفة جدا. نعم. القوات الروسية عندها مشكل جوهري في التواصل بين القيادات متاعها، عندها مشكل لوجستي هائل، عندها آلات حربية قديمة بعضها من الستينات ومن السبعينات، بالتالي تعجز في مواجهة الأدوات التقنية الحديثة اللي أصغر حجما أقل حضورا ولكن أكثر تأثيرا. احنا شفنا مجموعة من الصواريخ الأمريكية الصغيرة اللي تحمل على الكتف الآن قادرة تدمر يعني فخر الدبابة الروسية بصاروخ صغير. شفنا أنه الطائرة المسيرة التركية كان لها تأثير كبير خاصة في بداية الحرب، كان الأوكرانيين يعني يروجوا في الفيديوهات متاع عملية الاستهداف بشكل يرفع في معنوياتهم. بالنسبة للأوكرانيين هم قوة متوسطة مش من الحجم الكبير، قوة متوسطة إلى قوة صغيرة. أوكرانيا لا تقاتل لمفردها الآن، الغرب كله صحيح وراء صحيح أوكرانيا صحيح. يعني. ممكن هذا يعني نقطة في الحوار مع الدكتور. نعم. يعني شكله بوتين الآن وهو يشتكي من أنه الآن الحرب صارت حرب بالوكالة، لم يكن يتوقع هذا، لم يكن يعلم أن الأمريكان ينتظروا له فرصة حتى يصطادوه في 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 مصيدة. حتى يعني الآن الأمريكان يحققون استراتيجيتهم بدون أن يخسروا جندي واحد. الأمريكان دولة غنية قادرة باش تصنع الأسلحة وتبيع وتختبر أسلحتها، تختبر أسلحتها في مواجهة الجيش الثاني في العالم. بالتالي كأن الروس ما كانوش متهيئين التهيئ الكافي لهذه المعركة. نعم. ظنوا أنها عملية خاطفة ستتم خلال، كانوا في البداية في حديث 48 ساعة، الآن 7 أشهر والنتائج ما فيش نتائج في الواقع. يعني هاجموا كييف لمدة تقريبا 3 أشهر أو شهرين، هاجموا كييف ثم اضطروا للانسحاب. القوات الأوكرانية قوات صغيرة لكنها قوات مدربة، قوات تتلقى تسليح جيد، تقنية عالية، أدوات استخباراتية عالية، قدرة على رصد القوات الروسية من خلال المعلومات التي تأتيها من الإدارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية. هذه معطيات لقوة صغيرة لقوة متوسطة مكنتها من أن تصد على الأقل، إذا الأوكرانيين ما استطاعوش يخرجوا الروس تماما لكن على الأقل استوعبوا الهجوم امتصوه والآن دخلوا في مرحلة الهجوم. دكتور محمد عويس، هذه الحرب برأيك سياسيا ما هي نتائجها على الداخل الروسي، على بوتين تحديدا برأيك؟ يعني تأثيرها على بوتين أنه لم يتعلم من درس أفغانستان، لم يتعلم من الهزيمة النكراء التي مني بها الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. نعم روسيا دولة قوية نوويا، نعم نفس قوة أمريكا، ولكن يعني يوجد هناك mutual destruction وهو الردع بتدمير البلدين بنفس الوقت. نعم الطرفان قادران على بدء حرب نووية لن يسلم منها أحد، ولكن بالحروب التقليدية أثبت فشل قدرة أي دولة في العالم بالتمسك بإرادة الغير بالقوة بما فيها في فلسطين. لحد الآن نحن 75 سنة تحت الاحتلال، أنا فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما زال هناك عمليات شبه يومية ضد الاحتلال وما زالت المقاومة قائمة، ولحد الآن الكيان الصهيوني لم يحدد حدوده. فلذلك وجود يعني ما هو عندما دخل بوتين إلى أوكرانيا تخبط حتى بماذا يفعل هناك. هو كان يتحدث عن النازيين مع العلم ويتحدث عن فلاديمير زيلينسكي وكأنه نازي مع العلم أن فلاديمير زيلينسكي هو يهودي كذلك وله أقارب من الذين قضوا في المحرقة، محرقة هتلر في
في أيام الحرب العالمية الثانية، فلذلك لم يكن هناك يعني عنوان واضح لهذه المعركة التي دخل بها الرئيس بوتين، والذي أجبر الاتحاد السوفيتي إلى الانسحاب هو العدد والكم الكبير من القتلى الجيش الروسي الذين كان يصطادونهم الأفغان. اضطر الاتحاد السوفيتي إلى الانسحاب، وبآخر الأمر الاتحاد السوفيتي نفسه انتهى. فإذا الاتحاد السوفيتي ينتهي وحلف الوارسو ينتهي، فأنا برأيي بوتين سينتهي، لأنه لم يقدم أو لم يعطي الشعب الروسي ما وعده به، وهو التقدم والحرية وحرية التعبير. الأخ المتحدث من روسيا يقول أن حرية التعبير وموجودة أو غير موجودة، وهذا أنا هنا في واشنطن وحرية التعبير أنا بإمكاني، وأنا سأقول الآن أنا بقول أن الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي، وأنا لا أبعد عنه أكثر من 4-5 شوارع الآن هنا في واشنطن، الرئيس الأمريكي مجرم حرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو نصاب في هذا الموضوع ويكذب على العالم. أتحدى أخونا من موسكو أن يقول شيء واحد، أن هذه الحرب على أوكرانيا هي حرب وليست عملية عسكرية. عملية عسكرية من الممكن الدخول والخروج بسرعة أو قصف جوي، ولكن عندما تدخل الجيوش إلى داخل أوكرانيا بهذه الطريقة وتصل إلى 40% تقريبا من أوكرانيا كانت تحت القصف الروسي، فهذه هي حرب. أتمنى منه أن يقول حرب أو ليس حرب، أن يقول عملية عسكرية، فهذا هو الهراء الذي يتكلم عنه. جيد، دعنا أعود إذن للدكتور عمار قناة. دكتور عمار، يعني أنت تعرف أنه الحرب خاصة إذا طالت تحولت إلى حرب استنزاف، ويبدو أنه هذا هو المطب أو الجب الذي أوقع الغرب بوتين فيه. قد يكون فتح له المجال الأول. الغرب لم يوقعه فيه، هو دخل المستقبل. نعم. السؤال للدكتور عمار، في روسيا، فالحرب تطول يوما بعد يوم، كان يتصور أنها ستكون حرب سريعة. أصلا في بدايتها في شهر فبراير كان يقال أنه ربما أسبوع بالكثير والقوات الروسية تدخل إلى كييف، وقد حاولت القوات الروسية الدخول إلى كييف ولكنها صدت بل تقهقرت وعادت إلى الوراء، مما اضطر إلى إعادة ترتيب الخطة من جديد. إذا طالت هذه الحرب دكتور عمار، ما هو التأثير الحقيقي؟ لا يمكن أن نقول أنه ما عندهاش تأثير داخلي، يعني هناك تململ شعبي، وهناك ربما تململ حتى في القيادات. قاديروف نفسه الذي يدين بالولاء لبوتين انتقد أداء الجيش الروسي وقال أن هناك لابد من المراجعة وغير ذلك. إلى ما هو التأثير الداخلي على روسيا لو استمرت الحرب، وفعلا أنها يبدو أنها وفق المحللين تتحول إلى حرب استنزاف لبوتين؟ لو تكرمت سيدي، بس فقط يعني أرد على الزميل يعني من الولايات المتحدة. هناك نقطة مهمة وأرجو العودة إليها لمفهوم يعني ومصطلحات العلمية ما بين مفهوم الحرب كمصطلح قانوني ومصطلح العملية العسكرية. لا أريد يعني الخوض في هذه المسائل لأنها متعلقة بمفهوم القانون الدولي، القانون في العلوم السياسية والعلوم العسكرية والسياسية. لكن يعني فيما يتعلق حول يعني الوضع الداخلي سيدي الكريم، ما هو الفرق دكتور اذا ما دامك اشرت، ما هو الفرق يعني القانوني؟ اذا كانت تزعق البطه فهي بطه يا استاذ. نعم، اذا كانت تزعق البطه فهي بطه، لا نستطيع ان نعرف البطه بغير انها طيب. بطه دكتور عويس، واعاده تعريف معركه كهذه عشرات الالاف قتلوا من الطرفين، ابناء الروس وابناء الاوكرانيين قتلوا ونكل بالعالم وهدم نصف البلد. واضح دكتور، هذه معركه دكتور ولا عويس. نستطيع فضل دكتور. ان نغير تعريفها. دكتور عمار، ما الفرق بين عمليه عسكريه وبين حرب؟ من مصطلح كريم يعني لنبتعد قليلا فقط عن مفهوم العاطفه يعني السياسيه. الحرب يعني كمصطلح وكحرب يعني عندما تعلن لن تستطيع يعني الولايات المتحده مساعدتها اذا كانت حرب معلنه في يعني مساعده
لأوكرانيا بهذا الزخم، هذا سيعتبر يعني مشاركة وإعلان حرب من قبل الولايات المتحدة على روسيا، فإذا هي ستكون حرب عالمية ثالثة. هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالقانون الدولي فيما يتعلق في العمليات العسكرية والمدن وغيرها، لكن يعني أود أن أجيبك على سؤالك سيد الكريم فيما يتعلق في الداخل الروسي. من خلال يعني هذه الأزمة كانت هناك تفاعلات يعني إيجابية كثيرة في الدعم الشعبي للقيادة السياسية ولبوتين بالذات، وذلك عندما يعني أقدم الغرب والمنظومة الغربية بشكل كامل، وباعتقادي أنها كانت جزءا يعني من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت منذ البداية بمفهوم العقوبات يعني الاقتصادية، لكنها تطورت إلى عقوبات رياضية، عقوبات ثقافية تمس يعني وهي مباشرة موجهة إلى الشعب الروسي. من هنا يعني كانت إعادة تقييم لدى الكثيرين من الذين كانوا لم يتململوا، ولكن كانت هناك وجهات نظر متباينة، لكن عندما أقدم الغرب يعني ومستوى حتى عندكم في لندن يعني مستوى الروسافوبيا بدأ يتصاعد، المواطن يعني الآن يعني يثبت ليس ولاءه ولكن انتمائه لروسيا متمثلا بالقيادة التي تدافع ليس عن قيادتها السياسية أو السلطة السياسية، ولكن يعني عن ثقافة، عن شعب، عن أمة، يعني باتت اليوم فعلا المنظومة الغربية كلها تشكل لها العداء الغير مفهوم لدى المواطن يعني الروسي البسيط. وآخرها كانت سيدي يعني من المنظومة الأوروبية والاتحاد الأوروبي مسألة تعطيل يعني فيز الشنغين أو التساهل في الفيز، وهناك دول أخرى 15 دولة قلت امتنعت، هذه كلها أيضا يعني تلعب دورا. وهنا يعني أود التنويه فقط إلى مسألة يعني بوتين، لا يمكن النظر داخل يعني المنظومة الروسية لبوتين كما يتوقعه يعني الغرب، هناك أرقام، هناك الحقبة اليلتسينية، عندما يعني استلم بوتين الرئاسة روسيا كانت بمثابة يعني دولة إقليمية، فإذا نظرنا للاقتصاد يعني والنجاحات وإعادة روسيا من دولة إقليمية إلى دولة وقطب جيوسياسي، هذه المسألة يعني تقيم في الداخل الروسي. فلذلك يعني لا يمكن التعاطي يعني بهذه الأمور فقط يعني إعلاميا وعلى مستوى يعني واضح. دكتور عمار وصلت الفكرة، مشكورا. دكتور عماد، لما نتحدث عن روسيا، روسيا تستمد قوتها من نفسها، قوة ذاتية، بينما أوكرانيا اليوم لولا الدعم الغربي ما كانت لتصمد كل هذه الفترة. وكنا قد سألنا قبل قليل إلى أي مدى سيستمر هذا الدعم، لكن على مستوى الداخلي كذلك، ألم يصل المواطن الأوكراني إلى درجة أنه يريد لهذه الحرب أن تنتهي بعد تشريد مئات الألاف وتدمير تقريبا كل المدن، إما تدمير جزئي أو كلي؟ هذا الدمار للحرب ألا يدفع كذلك المواطن الأوكراني الذي بقي داخل أوكرانيا للضغط من أجل إنهاء هذه الحرب؟ ألا يسأل المواطن الأوكراني نفسه ما دخلنا نحن في هذه الحرب؟ ألم نكن جزءا من الاتحاد السوفيتي؟ ألسنا أقرب إلى روسيا منا إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل وفى الاتحاد الأوروبي بتعهداته؟ أورسولا فون دير لاين اليوم في كييف تتحدث عن التحاق أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، لكن تعطل كثيرا. الناتو كذلك لم يفتح الباب لأوكرانيا للانضمام، وقد كان زيلينسكي يريد أن يذهب في هذا الاتجاه، بمعنى وكأن هناك استعمالا لأوكرانيا في حرب لا تخصها بل تخص الغرب أو تخص أمريكا تحديدا. ألا ينعكس هذا على المواطن الأوكراني الذي ربما يكون قد مل الحرب؟ بداية أرجو أن تعطونا أيضا وقت متساوي مع الإخوة الضيوف، نعم، حتى نعطي نظرة شمولية متكاملة عن الواقع. بالنسبة لما أشرتم إليه يا سيدي، أن الشعب الأوكراني حقيقة هو فيه جينات التسامح. الشعب الأوكراني، وأنا أقيم هنا منذ 20 سنة وعضو في مجلس القوميات، يمكن أن أختزله بأختزل ثقافته، أنه لا يتعامل مع الناس على مبدأ عرقي أو عنصري أو دياني أو ديانة أو غير ذلك. هو ينظر إلى تعامل المقيمين في أوكرانيا بغض النظر عن أصولهم، هو ينظر ما هي برامجهم، كيف يعيشوا، إذا كانوا يعيشوا ضمن القانون وضمن الاحترام وضمن يعني المعطيات والقيم الأخلاقية يتعامل معهم بانفتاح، وبالتالي هذا الشعب فيه جينات التسامح.
وحقيقة 20 سنة أتواجد في أوكرانيا وننشط في كل المجالات خاصة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لم نجد أي تشنجات في اتجاه الشعب الروسي بين أوكرانيا وروسيا. هناك امتداد ديموغرافي، هناك تكامل اقتصادي، هناك امتداد جيوسياسي يمكن أن يحقق معا نتائج إيجابية. ولكن منذ أن توجهت روسيا لمحاولة يعني أن تجعل أوكرانيا هي بوابة لمواجهتها للغرب، أصبحت أوكرانيا تعاني. المعاناة الأولى عندما حاولت السيطرة والهيمنة على الحكومات الأوكرانية، خاصة عندما كان الرئيس السابق الذي فر إلى روسيا يانوكوفيتش، عندما حاولت فعلا أن تسيطر على كثير من القرارات. وكان بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا عندما وقع الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش الأسبق عدم رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هنا هب الشعب الأوكراني وهو المعارضة وانتفضت وأقامت اعتصامات، ثم اضطر إلى الهرب والخروج إلى روسيا. ثم فاجأت روسيا الجميع ب 2014 باحتلال شبه جزيرة القرم وأجزاء من الدنسك. وعندما أيضا حاولت أوكرانيا عبر اتفاقية مينسك وغيرها من الاتفاقيات للتوصل إلى حلول واستعادة القرم سلميا، وأنا شخصيا كنت السنة الماضية في أكثر من 17 منتدى، نظم منتدى أوكرانيا 30 الذي ينظمه مكتب رئاسة ورئاسة الوزراء. في إحدى المنتديات كان موضوعه الأمن، وسألت سؤال مباشر لرئيس هيئة الأركان الأوكرانية، هذا الكلام شهر 7 العام الماضي، هل هناك نية لأوكرانيا باستعادة القرم أو الدنباز عسكريا؟ قال إطلاقا، نحن نسعى من خلال التسوية السلمية. الآن في 24 فبراير 2022 فاجأ الروس الجميع بهجوم غير مبرر. هنا أصبح الشعب الأوكراني لا ينظر إلى أي بوصلة سوى بوصلة الصمود والمواجهة. حتى أن أمريكا وأوروبا في البداية كانوا يعني لا يثقوا أن أوكرانيا ستكون لديها هذا الصمود وتحقق هذه النتائج، فلم يقدموا المساعدة المطلوبة. وهنا كان يقول، إذا تذكروا تصريحات الرئيس زيلينسكي للجميع وخاصة لأمريكا، هل أنتم معنا؟ هل أنتم تريدوا أن تدعمونا؟ أريد أن أسمع من كل رئيس دولة موقفه. وهنا وضعهم في خانة اليك. وبعد مرور 3 أيام ورأى الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا أن أوكرانيا مصممة على الصمود، وأن الرئيس الذي عرض عليه مغادرة أوكرانيا إلى أمريكا فرفض، وعرض عليه من قبل وزير بيلاروسيا وزير الدفاع الذي عرض على وزير الدفاع الأوكراني الاستسلام، قال أتقصد استسلام روسيا؟ هنا وجد أوروبا وجدت وأمريكا وبريطانيا فرصة لدعم أوكرانيا، بغض النظر عن يعني نحن لسنا بصدد الآن ما هي مطامعهم أو مصالحهم. نعم. أكيد لهم مصالح، أكيد، خاصة البعض يرغب في استنزاف روسيا، البعض يرغب في مواجهة غير مباشرة في روسيا. بما أن أوكرانيا مساحتها كبيرة ولديها 800 ألف جندي، 600 ألف كيلومتر مربع، لديها قدرة عسكرية وإمكانية للصمود، فإذا لابد من دعمها. وهنا الشعب الأوكراني إذن هو متوحد، لم نشهد حقيقة، حتى أحزاب المعارضة في أوكرانيا لا يوجد حزب واحد ضد الحرب، ولا يوجد أي أحد من المدنيين. نعم هم يتأسفوا على الضحايا ويحزنوا على أشلاء الأطفال والنساء. نعم. نعم. والأماكن التي دمرت، ولكن ليس لهم خيار. لكن إلا دكتور عماد، الدفاع. دكتور عماد، أنت تعلم أن هذا مهم جدا، المعنويات والشراسة والإيمان بالقضية وكل هذا مهم جدا، فقط ننظر إلى ما يحصل في فلسطين، من ليس هناك مقارنة بين الاحتلال وبين الشباب عاري الصدر، ولكن المقاومة مستمرة. لكن في الحالة الأوكرانية برأيك، لو توقف هذا الدعم، الأوكرانيون في البداية ثبتوا حتى وصل هذا الدعم، لكن إلى متى سيستمر هذا الدعم؟ لأنه الآن هناك أزمة طاقة في أوروبا، بوتين قطع الغاز وقطع الطاقة، وهذا يؤدي، أنت يعني تلاحظ الأرقام، أرقام التضخم التي تسجل لأول مرة ربما في التاريخ أو منذ عقود لم تسجل، هذا يشكل ضغطا قويا على المواطن الأوروبي الذي ربما قد يدفعه في بعض الدول إلى في أي انتخابات قادمة، أي مناسبة انتخابية قادمة، إلى تغيير هذه الحكومات والاتجاه. ورأينا نحن الآن نتائج الانتخابات في السويد، الحزب اليمين واليمين المتطرف يفوز بالانتخابات، وقد نشهد مثل هذا في أوروبا. وبالتالي هذه الحرب حينما تطول سيكون لها أثر حتى على دعم زيلينسكي.
الأوروبيون قد يتوقفون عن هذا الدعم بضغط من شعوبهم أو بضغط من أحزاب يمينية قد تصل إلى الحكم، وقد تكون أقرب بطريقة ما إلى الرئيس بوتين. الرئيس بوتين كذلك يعول على إطالة هذه الحرب قد تصل حتى 2024 مع الانتخابات الأمريكية، وقد يعود ترامب من جديد وهو الصديق لبوتين بطريقة ما، والذي لا يحب كما يقال زيلينسكي. كل هذه العوامل ألا تجعل القيادة الأوكرانية أو تدفع القيادة الأوكرانية إلى مراجعة سريعة إلى طبيعة هذه الحرب، وبالتالي محاولة البحث عن خروج من هذه الأزمة وحل مع روسيا وليس مع الغرب والولايات المتحدة؟ يا سيدي أعطيكم باختصار يعني وبمرور سريع أن أوكرانيا بداية الآن الواقع الحالي الداخلي للحكومة وللشعب وللنخب. أوكرانيا تعتقد وهي جازمة باعتقادها أنها ليس السبب في الحرب، وبالتالي أي تبعات لهذه الحرب بما فيها أزمة الطاقة أو الغذاء هي ليست السبب فيها، بل على العكس هي تذكر العالم أنها لا زالت جاهزة لإعطاء الجميع يعني إمكاناتها وقدراتها بما فيها الطاقة. الطاقة أوكرانيا تعطي ما يقارب 300 كيلو ميجاوات إلى أوروبا، هي تستطيع أن تعطي الآن 2700 ميجاوات، والآن تأخذ منها بولندا ورومانيا ومولدافيا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها. هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع مسألة الصمود، أوكرانيا ترى نفسها أنها أمام خيارين كما ذكرت في حديثي، إما أن تقبل بالجلوس الذي سيعني أنها ستستسلم، لأن الجانب الروسي إذا نراجع الشهور الماضية حتى الآن هو يقول أن الجانب الأوكراني لم يقبل بمطالب روسيا. ما هي مطالب روسيا؟ هي إملاءات، عدم الانضمام للناتو، عدم وجود أي أسلحة تستطيع بها أوكرانيا أن تدافع عن نفسها بحجة أنها ستهدد أمن القومي لروسيا، تغيير الحكم في أوكرانيا، نعم، إلى غير ذلك من أمور. هذه إملاءات وليست شروط، ولذلك باعتقاد الشعب الأوكراني سيصمد حتى لو توقف الدعم الأوروبي. سيكون موقف الأوكران كما يلي باختصار، سيكون هو الصمود إلى آخر يعني إمكانية حتى لا يجد أي مفر من الإعلان لا أقول الاستسلام لكن الاضطرار للتفاوض، حينها ممكن أن يكون ذلك. عدا ذلك أوكرانيا ستبقى مستمرة في مسارها. نعم. أستاذ نور الدين، فيما يتعلق بالحرب نفسها، بعد فترة طويلة من الهدوء عادت الجبهة الأوكرانية الجبهة الأرمينية الأذرية إلى الاشتعال مرة أخرى. أهم حلفاء روسيا خارج الاتحاد الروسي أرمينيا، كذلك في حديث على عودة المواجهات بل القتال في سوريا. هل هناك من خيط رابط بين هذا وبين ما يحصل في أوكرانيا؟ هل هناك دعنا نقول محاولة إلى توسيع دائرة الحرب ضد بوتين بإشعال هذه الجبهات وبالتالي مزيد من استنزاف روسيا؟ أعتقد أن شيئا من ذلك حاصل في سوريا وفي أذربيجان وأرمينيا. روسيا الآن في ورطة في الساحة الأوكرانية. احنا نشوف دوليا واستراتيجيا السويد فنلندا الآن انضم إلى حلف الناتو، وهذه يعني لو أن بوتين في 24 فيفري 2022 حسب الحسبة بشكل كويس ما كان يوصل إلى هذه النتائج، كانت روسيا مخيفة. الآن الخوف هذا دفع القوى التي تخاف من روسيا إلى الاحتماء بالناتو. فبوتين خسر خسارة أو روسيا خسرت يعني ممكن منذ 200 سنة وفنلندا والسويد من الدول التي لروسيا تأثير على سياستها الداخلية. الآن تقريبا روسيا تفقد هذا التأثير بانضمام هذه الدول إلى الناتو. في الساحة الأوكرانية يعني الأخ من روسيا يقول أنه ما يجري هو عمليات وليست حرب. ممكن أيضا الحديث حتى في أفغانستان على أن ما جرى في أفغانستان هو عمليات وليست حرب ضد الاتحاد السوفيتي. احنا نعرف أن أمريكا كانت تتسلح في المجاهدين الأفغان حتى تمكنوا من إخراج الاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي. يعني ممكن الآن يبقى
الروس يسموا ما يشاءون من التسميات، هي عمليات وليست حرب. الروس يحاولوا يقللوا ويقزموا من أهمية ما يجري في الساحة الأوكرانية، ولكن أنا نشوف أنه ما يجري له تأثير مباشر وخطير جدا على يعني هل يؤدي إلى تفكك الاتحاد الروسي مثلا؟ يمكن يمكن يمكن، يعني روسيا مثلا مسيطر على العديد من الجمهوريات المحيطة بها بقوة العسكرية. نعم. إذا ضعفت تلك القوة العسكرية معظم الدول الخاضعة عليها يمكن تفكر في، احنا نعرف مثلا قصة الشيشان، الشيشان كانت يعني روسيا تمكنت من إخضاع الشيشان بعد عملية تدمير شامل تقريبا. نعم. للشيشان. نعم. اضطروا الشيشانيين ما عندهمش خيار إلا الخضوع إلى الروس. لما الشيشانيين وغيرهم يشوفوا أن روسيا ضعفت، هذا الضعف يغري. أنت مثل ما أشرت في سوريا، يعني تورط روسيا في الساحة الأوكرانية جعل غيرها يستهدفها. أيضا تركيا وأذربيجان الآن المعادلة تسير لصالحهم على حساب الحليف الروسي. نعم. معادلات معقدة مترابطة مع بعضها البعض. فأنا نشوف أنه بوتين لو فكر بشكل جيد، لو يعني رجع التاريخ إلى الوراء، ما كان يدخل في هذه الحرب، لأن حرب تقريبا تضر بروسيا في كل الساحات اللي عندها عليها تأثير المفروض. بمعنى برأيك بوتين في ورطة؟ أنا أشوفه في ورطة. نعم. دكتور محمد عويس، هذه الحرب تحصل هناك في بعيدا ربما عن العالم العربي، ولكن لها تأثيرات كبرى في عالمنا العربي. صحيح أن الدول العربية ماخذة ممكن نقول شبه مسافة، ليس هناك دعم واضح وقوي وصريح للولايات المتحدة أو لأوكرانيا، هناك دعم بشكل ما لكن ليس بالوضوح الكافي دعنا نسميه. تأثيرها نعيشه الآن خاصة على الوضع المعيشي، غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار، زيادة التضخم، كل هذه أمراض يعني ومشاكل اقتصادية في جزء كبير منها بسبب هذه الحرب. إذا استمرت الحرب أكثر من 7 أشهر الآن وهي مرشحة لذلك، كيف برأيك ستكون الوضعية في مجتمعاتنا العربية؟ كثير من الشعوب العربية الآن بدأت تتحرى، بدأ الجياع فيها يتحركون، وبدأ الحديث عن ثورة جياع قادمة، وكثير من الحكام اليوم يتنازلون من أجل أن يجلبوا بعض الاستثمارات من دول عربية أخرى غنية على غرار ما حصل في زيارة السيسي الأخيرة إلى قطر، ونفس المشهد تقريبا في تونس الذي يدفعها نحو الجزائر، واتخاذ موقف دبلوماسي مغاير لتقاليد الدبلوماسية التونسية في دعم جبهة البوليزاريو كما قال مراقب كثيرون. هذه الحرب لو استمرت كيف ستكون وضعية الدول العربية الاجتماعية؟ طبعا يعني المراقب يرى أنه منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا هناك تراجع يومي في مستوى المعيشة، مستوى الحياة والرفاهية في العالم العربي، وخاصة بالدول العربية التي تعتمد على المساعدات الخارجية وعلى القمح الأوكراني والروسي كذلك. والغرب بدأ كذلك، بدأت بعض الدول تدفع ثمن وقوفها تقريبا يعني في المنطقة الضبابية بالنسبة للموقف من النظام الروسي. مثلا مصر أمس أعلن الكونغرس الأمريكي وأعلنت الحكومة الأمريكية وقف دفع بعض المساعدات التي كانت قد وافق عليها الكونغرس للحكومة المصرية، وهناك حكومة لبنان، هناك حكومة سوريا، حكومة العراق، السودان، اليمن، كل هذه الدول التي تدور في فلك روسيا والصين والذين يتكلمون عن مجموعة البريكس، وهذا أنا برأيي يعني لا يخدم مصلحة المواطن في الدول التي خاصة التي تستجدي المال والمساعدات من الدول الخارجية أن يذهبوا في هذا الطريق. المستقبل أنا برأيي سيكون قاتم، سيكون صعب على هذه الدول، وخاصة أن البرد كذلك سيأتي إلى مصر وإلى الدول العربية التي هي مثلا في بلاد الشام وفي بعض دول شمال إفريقيا منها تونس التي يعني خاضعة الآن لإنقلاب، انقلاب لا يستطيع حتى التعامل مع الداخل التونسي وليس مع الخارج فقط.
فلذلك العرب سيدفعون الثمن غاليا، ولا يوجد هناك عند العرب أي بديل. هناك الدول العربية التي عندها البترول، وخاصة وسأذكر أنا يعني دولة الإمارات العربية تشتري الذمم في كل مكان، وتشتري الأصوات والذمم يعني المناهضة لحرية الإنسان العربي، إن كان في ليبيا أو في تونس أو في حتى في سوريا، يعني يدعمون قسد في العراق. فلذلك سنجد يعني سنجد تدهور في الوضع العربي حتى بما فيه هذه الدول، يعني الإمارات والدول التي تقف، مثلا قطر الآن تطبع مع السيسي، ولكن بنفس الوقت هل سيرضى الشعب القطري؟ وأنا تابعت مع بعض القطريين يعني السياسيين القطريين أنهم غير راضون عن التطبيع مع السيسي، ولكن السيسي أتى مرغما إلى قطر لأنه يعني قيمة الجنيه انخفضت بشكل مخيف، ولا يستطيع يعني هناك 6 دول عربية الآن تحاول الاستدانة من البنك الدولي من البنك الدولي، ولحد الآن لم يستطيعوا يعني توقيع أي اتفاق، لأن اقتصاداتهم تعبانة. وكذلك علينا أن نتذكر أن دائما رئيس البنك الدولي هو أمريكي، هذا حسب العرف البنك الدولي، ويحاولون الآن الأمريكيون يحاولون أن يستعملوا المساعدات حتى وعملية الدعم المالي للاستدانة أو الاستلاف من البنك الدولي، يصعبونها على هذه الدول لتطويعهم لدخولهم بيت طاعة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك نحن في مأزق، أنا كعربي أتكلم، نحن في مأزق ولا يوجد هناك أي مخرج لنا، خاصة أننا سنضيع بين الكبار، يعني روسيا الصين والولايات المتحدة. دكتور عمار قناة، فيما يتعلق فعلا بالوضع الداخلي لهذه المجتمعات العربية، طبعا هناك تنافس أمريكي روسي، زيارات لافروف إلى أكثر من دولة عربية وأفريقية كذلك، ووعدها بأنها ستنال من المساعدات الروسية، طبعا في محاولة على الأقل إبقائها على الحياد في هذه المعركة. لكن اقتصاديا داخليا الوضع لا يحتمل. السيسي نسي كل خلافاته مع قطر واتجه هناك بحثا عن الاستثمارات والمساعدة. الوضع في تونس كذلك، الزيت النباتي غير موجود، السكر غير موجود، غلاء فاحش في الأسعار، قس على ذلك في المغرب، قس على ذلك في الجزائر، في كثير من هذه الدول، كل ذلك في جانب كبير منه بسبب الحرب. كيف تتوقع مستقبل هذه المنطقة وإن بدا حكامها متوحدون يشتغلون على إنجاح القمة العربية القادمة في مفتتح نوفمبر في الجزائر، وكأن الأمر مستقر، لكن شعبيا واجتماعيا الأمر غير ذلك. كيف ستكون طبيعة هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم في قادم الأيام في منطقتنا العربية؟ سيدي، يعني عندما نتحدث عن منطقة، يعني لنوسع يعني النطاق، الشرق الأوسط، يعني هناك كانت يعني مركز استقطاب يعني لجميع القوى الدولية، وهي لغاية الآن يعني تعتبر من المناطق يعني التي يعني هناك مصالح جيوستراتيجية لأكثر من طرف دولي فيها، وهناك يعني بات تشكلا يعني واضحا للأطراف الإقليمية التي تحاول يعني البحث عن مصالحها أولا الإقليمية، وأيضا يعني المصالح الاقتصادية الدولية. فمنها يعني اليوم نرى أن هناك إيران، هناك المملكة العربية السعودية، هناك تركيا، وهذه يعني ضمن هذه مفهوم يعني العلاقات الإقليمية أو شرق أوسطية خلال الفترة الماضية فعلا كانت يعني هي محط يعني ما بين أو صراعا أمريكيا روسيا أوروبيا، لكن مع يعني المتغيرات أو خضم المتغيرات في المنظومة الجيوسياسية رأينا أن هناك بدأ
تتشكل يعني فراغات جيوسياسية ودول أخرى تحاول يعني ملؤها. وقد دخلت إلى هذه المنطقة أيضا يعني قوة جديدة، قوة طرف يعني دولي اقتصادي مهم، وهي الصين. فلذلك اليوم يعني رأينا أو منذ بداية الأزمة أن هناك إعادة يعني تقييمات فيما يتعلق حتى بمفهوم الحلفاء الاستراتيجيون. يعني لم يكن أحد يتوقع يعني المواقف الخليجية إزاء الطلبات أو الضغوط الأمريكية فيما يتعلق يعني بالضخ النفط يعني في محاولة للسيطرة على الأسعار. اليوم يعني منطقة الشرق الأوسط وهذه الدول تحاول الحفاظ أيضا يعني على مصالحها من خلال إنشاء يعني منظومة جديدة من العلاقات. هنا لا يمكن يعني الحديث عن مسائل يعني عاطفية، المسألة هي متعلقة بمفاهيم الأمن القومي وأيضا مفاهيم يعني المصالح الاستراتيجية لكل طرف. فعليه يعني نعم نرى أن هناك جملة يعني من المصاعب تمر ليس فقط في الشرق الأوسط أو في المنطقة يعني العربية، ولكنها يعني في العالم أجمع. والتداعيات هذه الاقتصادية لا أستطيع القول أنها فقط يعني بسبب العمليات العسكرية التي نراها في أوكرانيا، هي جملة تراكمات أولا تداعيات جائحة كورونا، الإدارة الخاطئة للرئيس بايدن يعني في إدارة الاقتصاد الأمريكي والذي من خلاله يؤثر يعني جزئيا على الاقتصادات الأخرى، الضخ المالي الغير مبرر، نسب هذه التضخم التي بدأت في الولايات المتحدة لم تبدأ في 24 من شهر شباط الماضي. فسوء الإدارات أو تحول الاقتصاد الدولي يعني من نموذج ممكن إلى نموذج يعني آخر هو اليوم يعني ما ينعكس على العالم بشكل عام. فلذلك يعني المتغيرات الجيوسياسية هي مرتبطة أيضا بالتغيرات الجيواقتصادية. نحن أمام المعادلات القادمة والتي ستكون يعني كما أراها هي نعم. جزئيا بإدارة يعني صينية، تحول يعني من المفهوم الرأسمالي جزئيا المفهوم أو النموذج الصيني نحن نراه يعني يتفعل شيئا بشيء. فلذلك يعني المنطقة الشرق أوسطية هي جزء من هذا يعني جزء من هذا العالم، وكل يعني دولة على حدة تحاول البحث عن مصالحها. لكن ما طرحته يعني روسيا وتطرحه هي لم تطلب يعني مسألة الحياد أو عدم الحياد. روسيا وقبل الأزمة وهي تطالب بالتشاركية يعني المصلحية. فلذلك المبدأ الأساسي لروسيا وهو الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية. وللأسف سيدي لم تذكروا يعني أننا في هذه الأيام نمر أيضا يعني في متغيرات باعتقادي ممكن أن تغير نوعا ما يعني في هذه المفاهيم. ونحن يعني أمام غدا وهي جلسة لمنظمة يعني شنغهاي للتعاون، والتي من خلالها ممكن أن يبرز الكثير يعني من المتغيرات فيما يتعلق يعني بالعلاقات الدولية ما بين أعضاء هذه المنظمة، وأيضا يعني فيما قد يؤثر على منظومة الاقتصاد الدولية. وقد نوه أن هناك الكثير يعني من التعاملات ستكون يعني ما بين هذه الدول، تعاملات مالية العملات المحلية والاستثناء التدريجي عن المنظومة الدولارية الأمريكية. الدكتور عماد أبو الرب، هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمتأزم في الدول العربية، هل يهيئ الأجواء لثورة شعبية جديدة على حكام فشلوا في توفير لقمة العيش، بالنظر طبعا إلى الغلاء الفاحش وسياسات بعض الدول العربية حتى في رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية مما سيضاعف ثمنها، زيادة في عدد العاطلين عن العمل، زيادة في عدد الفقراء في العالم العربي؟ هل كل هذه العوامل المجتمعة تهيئ الأجواء إلى موجة جديدة مما سمي بالربيع العربي؟ باعتقادي أن الأمور يعني العالم كله يمر فيها أزمات اقتصادية، العالم أغلب دول العالم الآن تمر، حتى دول أوروبا في أزمة في الطاقة والغذاء. هناك طبعا بالتأكيد يعني كان نوع من يعني هناك لا نستطيع أن نجمل كل الدول العربية أو غيرها، لكن بشكل عام بعض الدول العربية للأسف لم تستطع أن تبحث عن نظرة استراتيجية لأمن الغذاء وأمن الطاقة وغير ذلك، وبالتالي ستكون عرضة لتأثيرات كبيرة سياسية
اقتصادية ربما تؤثر أيضا على التغييرات السياسية الداخلية فيها. لكن حقيقة من السابق لأوانه أن نقول ذلك الآن، نحن نتأمل حقيقة أن تكون كل هذه الأحداث الدولية فرصة للجميع ليراجع نفسه أمام الله وأمام نفسه وأمام شعبه، ليكون هناك قرب من الشعب وحرص على الشعب وحرص على الوطن، وأجعل المصلحة الوطنية هي الأولى والأبرز. الآن هذا ما نسمعه من القادة الأوروبيين، سواء روسيا كبوتين، زيلينسكي كرئيس أوكرانيا، حتى أمريكا وإسرائيل وغيرها من الدول، الكل يتكلم عن مصلحته وأمنه القومي ويعتبر أن هذا خط أحمر له. نحن الآن لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة في هذا الاتجاه، ونحن لابد أيضا أن نرفض هذا الخطاب وندعمه بكل الأشكال، حتى لا قدر الله لا يكون هناك خراب ويعني زعزعة أمن وزعزعة الاستقرار التي لا نعملها إطلاقا. دكتور أستاذنا نور الدين، هل فعلا ما زال بعيد الحديث عن احتمال ردة فعل شعبية على هذا الوضع الاقتصادي، أم أن الأمور تقترب من ذلك؟ أنا أراها تقترب. نعم. أرى أن الدول العربية للأسف ممكن تقسيمها إلى يعني صنفين، صنف دول الخليج اللي عندها طفرة نفطية وعندها قدرات مالية هائلة، ودول أخرى فقيرة. نعم. يعني في المغرب العربي، مصر، السودان، سوريا، لبنان، الأردن، يعني كلها دول للأسف تبين من خلال الأزمة الأخيرة حالة الانكشاف التامة لها. يعني دول للأسف تستثمر في السياحة الرخيصة ولا تستثمر في الفلاح. احنا تونس كانت تسمى تونس الخضراء وكانت تسمى يعني مأمورة روما، ولكن مع ذلك التونسيون مضطرون إلى الاستيراد. يعني تقريبا القمح اللين الذي يصنع منه الخبز تونس لا تنتج منه إلا ما يكفي 15 يوم إلى شهر في السنة، في حين عندنا تقريبا 1,000,000 هكتار من الأراضي غير مستخدمة. نعم. ليبيا، السودان يعني مفترض سلة غذاء العالم العربي، ولكن للأسف هذه الدول فاسدة منكشفة عاجزة لا تقدر على فعل أي شيء. أنا أظن أنه الدولة العميقة والأنظمة الفاسدة استطاعت أن تصد الموجة الأولى من الثورات، ثورة الربيع العربي، لكن قوة الشعب غلابة، الفقر، العجز بتاع الحكام يدفع بالضرورة هذه الشعوب إلى المحاولة الثانية حتى يمكن أن تتحرر، لأنه مش ممكن يعني نظام فاشل في أن يوفر لك غذائك. نعم. يوفر للشباب الحد الأدنى من الوظيفة، الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي، الكرامة كله. نعم. مفقود. يعني احنا نشوف يعني يوميا عدد هائلة من الشباب يلقي بنفسه في البحر. صحيح. يعني تقريبا في 24 ساعة ثم 104 قتلى في البحر. نعم. يعني شو ما الأمل الذي يملكه الشاب حتى لا يثور؟ إذا هو كان مضطر أن يرمي بنفسه في البحر يمكن يوم غد يضطر يرمي نفسه في وجه الشرطة وجه البوليس. بالتالي معناها هذه الأنظمة والمشكلة في ذات الوقت، عوض الحديث أو تفهم هذا الوضع، هناك في بعض الدول معاملة أمنية قاسية، هناك اعتقالات، هناك مواجهة عنيفة لمن يخرج يطالب بلقمة العيش. للأسف، لأن هذه الأنظمة يعني مكشوفة عاجزة، لا فكرة لها، لا خيال لديها، لا تملك إلا الأجهزة الواضحة اللي هي أجهزة إلقاء القمع. يعني إحنا في تونس بن علي تقريبا تسبب في 230 قتيل، في الأخير لم يجد منبد إلا الهروب. نعم. أنا لا أستبعد أن يتكرر هذا في أكثر مساحة عربية. نشوف السودان عندها الآن تقريبا سنتين حالة ثورة مستمرة. نعم. تونس مهيئة لذلك، يعني ممكن ساحات أخرى أيضا جاهزة ومهيئة لي، يعني طالما أنت عاجز على أن تطعم إنسان من جوع وتؤمن من خوف فتوقع. هو المشكلة أنه في دول مثل الجزائر دولة غنية، لكن تعاني مواطنون كثيرون منها يعانون من نفس المشاكل على سبيل المثال تعاني منها دول فقيرة، عملية الهجرة السرية غير النظامية. صحيح. بكثير. صحيح. ونسبة الفقراء. صحيح. ونسبة من لا يجد مأوى ومن. صحيح. لا يجد سكنا. صحيح. ومن لا يجد شغلا عاطلا عن العمل، في حين أن هناك إمكانيات كبيرة. صحيح. الجزائر بلد نفطي وغازي كبير. نعم. بلد ضخم جدا، يعني أكثر من 2,000,000 كيلومتر مربع، ولكن للأسف الفشل السائد في العالم العربي
يعني ينسحب على الجزائر وينسحب على المغرب وينسحب على تونس وعلى معظم الدول، دول لا خيال لها، لا قدرة لها للتفكير والإبداع، لا تسمح لشعوبها أن تنتج أن تثمر. عندنا قوانين معطلة للعملية الاقتصادية، قوانين، أنا كنت مدير شركة، هذه الشركة أفلست ويعني في مئات الشركات أفلست بسبب كورونا، ولكن حتى قبل كورونا يعني فيه عشرات الألاف من مديري الشركات الآن في السجون لأنهم عاجزين على أن يعني البلد متوقف، الاستثمار متوقف، النقابات شغالة بطريقة ما تخلي الشركات تنتج، الدول ما عندهاش رؤية. طبيعي كل النتائج متاعه هذا في الأخير أن يجوع الإنسان، أن يرمي بنفسه في البحر، أن ينسد أمامه الأفق، في الأخير لا يجد إلا الثورة. طيب دكتور محمد عويس، هل توافق هذا الطرح أن هناك فعلا في العالم العربي الأزمة الأوكرانية، الحرب في الروسية على أوكرانيا تساهم بشكل كبير طبعا في هذه الأزمة الغذائية؟ الدول العربية لم تفكر من قبل في أمنها الغذائي، لم تتهيأ لذلك، حتى مع الحرب ليس هناك حديث، ليس هناك رؤية على الاعتماد على الذات في قادم الأيام برغم وجود الأرض الخصبة لذلك والإمكانيات. هناك ضعف في الإرادة السياسية، هناك بعض المواطنين يقولون، يعلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك عدم مبالاة، يعني لا مبالاة من الحكام بوضعهم وبحالهم الذي يعيشونه. هل كل هذا فعلا يقرب ردة الفعل الشعبية، ما يمكن أو ما سماه البعض بثورة جياع جديدة؟ يعني أنا برأيي الشعب العربي بأكمله، ليس فقط بالدول الفقيرة، الفقيرة وغير الفقيرة، هو الجمر تحت الرماد، لأن الشعب العربي في ثورة الإنترنت يرى كيف يعيش العالم ويرى كيف يعيش هو، وكيف يعني الحكم الجائر والأحكام التي نراها في كثير من الدول العربية الغنية وغير الغنية ضد من يقول كلمة أو يكتب كلمة، والذي لا يستطيع إطعام شعبه وإن تكلم إطعام أولاده، وإن تكلم عن الفقر وعن عدم وجود المال يسجن ويحكم ويتهم بالعمالة للسفارات الغربية والأجنبية ويسجن. هناك أحكام سجن 34 سنة، أمس قرأت 34 سنة و 24 سنة و 20 سنة بسبب تغريدة. وكذلك يعني علينا أن نتذكر أن الدكتاتوريات الموجودة لا تستطيع أن تقدم للشعب حتى لو باع نفسه. يعني أنا أتذكر عندما قال السيسي لو أقدر أبيع نفسي حبيع نفسي، ما لقاش حد يشتريه حتى، فلذلك وإن حتى كان يريد أن يبيع نفسه لا يجد أحد. لكن دعني أعود بنا قليلا إلى الخلف وأتحدث عن يعني موضوع الاقتصاد والاقتصاد العالمي. تقسيم العالم كما يريد السيد بوتين، تقسيم العالم وأن يكون له جزء من الكعكة، يجب عليه كذلك أن يفكر ما هو حجم روسيا الاقتصادي في العالم. الآن إذا كنا يعني بعيدا عن العسكرة، إذا كنا نريد الاقتصاد والعيش والعيش الرغيد للشعوب، الاقتصاد الروسي هو 1.8 تريليون دولار، بينما الاقتصاد الأمريكي 23 تريليون دولار، الاقتصاد الأوروبي مشترك الأوروبا الغربية 23 تريليون دولار، وهناك الاقتصاد الصيني. أنا لا أتوقع أن الصين تقبل أن تتبع روسيا لأنها عندها الاقتصاد القوي والقوة العسكرية والعدد الجنود وكل هذه الأمور موجودة عندها. من الممكن أن تشترك مع بوتين، ولكن أن يكون هو الطرف الآخر وليس الطرف الذي يقود أي تحالف. وإما استعمال العملات المحلية، وهذا الهراء الذي أسمع دائما أنهم سيجدون بديلا للدولار واليورو، حتى الأوروبيون لم يستطيعوا استبدال الدولار بالدولار باليورو. نعم عندهم اليورو، ولكن المعاملات الدولية ما زالت في الدولار وستبقى في الدولار، ومن لا يريد فليذهب ويتعامل بما يريد أن يتعامل، ولكن الإنتاج الناتج المحلي الروسي 1.8 تريليون. والدول الأخرى التي تتكلم ولكن بدون قاعدة اقتصادية قوية وناتج محلي قوي، فلذلك لا يوجد عندهم ما يقدمونه للدول القوية مثل الأوروبيين الأمريكيين والصينيين. كذلك يجب أن لا نتجاهل الوجود الصيني
والصين هي قوة صاعدة ستصل إلى أن تكون أقوى اقتصاديا من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. واسمح لي كمان رد بسيط اختصار دكتور على موضوع سوء إدارة الاقتصاد الأمريكي. أود أن أخبر أخونا من روسيا أن البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الأمريكي هو الذي يدير الاقتصاد وهو لحد الآن مسيطر عليه. نعم دخلنا في مرحلة تضخم مالي ولكن واضح. رفعوا نسبة الفائدة ويتحكمون طيب. به. أما الدول التي غير قادرة أن تتحكم فهنا الكارثة وخاصة طيب. في الدول دكتور. العربية. دكتور عمار قناة باختصار شديد ما هي الحلول التي بقيت أمام بوتين؟ العلاقة مع الصين التي تتطور الآن في مجالات كثيرة هل تستطيع أن تعدل من الميزان وبالتالي محاولة ربما إنهاء هذه الحرب لإنهاء آثارها وخاصة على الدول الضعيفة مثل الدول العربية؟ أستاذي الكريم يعني المسألة لا تؤخذ بهذه يعني بهذه الطريقة يعني أكررها مرة أخرى. المسألة لها علاقة مباشرة يعني مباشرة بالمفهوم يعني العلاقات أولا الروسية الأمريكية والروسية الغربية بشكل كامل. الحديث يأتي عن انتقال العالم إلى نظام دولي جديد. الصين تعي تماما هذا الوضع ورأينا يعني أيضا التخبط الأمريكي في التعاطي مع الصين يعني في السنوات الأخيرة إبانة يعني عهد ترامب واستمرارا مع إدارة بايدن. لا توجد هناك الرؤية الاستراتيجية الواضحة للولايات المتحدة للتعاطي أو التخلي عن هذه يعني الأحادية. وردا فقط على الزميل من الولايات المتحدة حول العملات الأخرى يعني منذ 4 أشهر وكل أوروبا تشتري الغاز الروسي بالروبل وليس في الدولار الأمريكي. الآن موقعة وقد اشترت الهند النفط أيضا يعني الروسي بالروبل. التعاملات باليوان نعم. الصيني ما بين روسيا نعم. هي مستمرة وليست وليدة الحاضر. فلذلك المسألة مرتبطة يعني مرتبطة في القرار ممكن واضح. القول يعني شكرا. التنازلات الغربية التي تمرر اليوم يعني على حساب المصالح واضح دكتور عمار وصلت المصالح الأمريكية. الفكرة وانتهى الوقت. شكرا لجميع ضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ نور الدين العويديدي دكتور محمد عويس دكتور عماد أبو الروب دكتور عمار قناة. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام والشكر موصول إليكم مشاهدينا. الأسبوع المقبل ندوة جديدة للمغاربية وموضوع جديد للطرح. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.